وصراحة لاكوي ديال الجمهور هنا في أكادير كان واحد لاكوي لي كبير بحال ديما ماشي أول مرة كنلعبو في مدينة أكادير أه الحمد لله المباراة دازت في مستوى كبير أه عندنا دابا مباراة أخرى غادي نحاولوا نعطيو المجهود ديالنا بحال ديما ونكملو في هذا الخط التصاعد والكلمة اللي كنبغي نقول للجمهور هي يعني يزيدو ويساندو هاد هاد اللاعبين بحال اللي بحال ساندوهم ديما وهادشي اللي كاين ان شاء الله حنا كنحسوا بواحد المسؤوليه باش نعطيو للعشاق المنتخب الوطني والمغاربه كاملين داكشي اللي تيتسناو شاء الله يكون خير وبالفعل لا موين داج كيما شتي فهي صغيره وكما كيما قلت لك هاد الدراري هادو غادي غادي يفوتونا حنا في المستقبل غادي يكونوا لعابه كبار يعني اكثر من داكشي اللي اللي زعما اللي داز من قبل اكيد والحمد لله فكما شتي الكره ديال اليوم كتعتمد بزاف على ل... على لي جون والحمد لله فعندنا ماشي غير فرقه واحده عندنا ثلاثه الفراقي الحمد لله ولاعبين في مستوى كبار اللي اللي كاينين وحتى شي واحدين اللي ما كاينينش الحمد لله <applause>